السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط. النهاردة الجمعة 22 جماد الأولى 1444 16 ديسمبر 2022 7 كيهك 1739. في حاجات كده أخبار كده ساعات بتعدي علينا بس الواحد مبركزش عليها قوي، لكن يعني نبصر حضراتكم بيها ونفكر نفسنا بأنه يوم الأربع الجاي هيبقى بداية فصل الشتاء. يعني ممكن حضرتك تقول يعني خبر مش مهم، لا هو مهم عند الناس اللي دايما في مقارنة ما بين الصيف والشتاء، يا راجل يا شتياوي يا راجل يا صيفي يا راجل يا ربيع يا راجل يا خريفي. ساعات احنا ناخدها كده، وعلى السوشيال ميديا الحقيقة بتبقى الحاجات دي منتشرة قوي، يعني يفضلوا يناقشوا ببعض، والواحد لو عاش بدون مناقشة ما ينفعش. يعني اللي هم الطيبين الهاديين دول مش بتمشي معهم الدنيا، لازم حد كده يفضل طول الوقت يلاقي قضية يناقش فيها، ما بيلاقيش قضايا تهمه كتير، ممكن مش مشغول بأي قضية، فيتشغل بقضية الصيف والشتاء والآخر. زميلتنا رندا يحيى يوسف في الأهرام كاتبة بكرة إنه هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع انخفاض درجات الحرارة بواقع 6 درجات في كل مناطق الجمهورية مع حلول فصل الشتاء ببداية يوم الأربع الجاي. يعني يوم الأربع الجاي في انخفاض في درجات الحرارة 6 درجات. الهيئة بتقول إنه رغم انخفاض درجة الحرارة في إحساس بالطقس انه شتوي معتدل نهارا نظرا لسطوع اشعه الشمس فترات طويله وهدوء نشاط الرياح، بينما سيكون مائلا للبروده ليلا وستستمر تلك التوقعات حتى نهايه الاسبوع. امبارح انا لما كنت في المنصوره امبارح وانا رايح وانا جاي، من اجمل الايام اللي الواحد الحقيقه يمكن عشان التقينا باهلنا في المنصوره، لكن الجو نفسه كان حلو. يعني حتى مسافة الطريق طويل تقريبا 3 ساعات ونص رايح 3 ساعات ونص جاي، بس الجو كان جميل، جو البلد دي تحفة، يعني جو مصر كده. فناخد بالنا من المسائل دي، والنهاردة برضو الجو كان جميل جدا، واحنا حتى بعد الجمعة وصلاة الجمعة والآخر وكده يعني. فنتمنى ليكم بس ايه هدوءا في التطبيع مع الطقس، وانه يعني ايه نهنهن كده الطقس، يعني بلاش ان احنا نتعامل مع المساله بواقع انه شويه برد فنضغط على نفسنا ونلبس جامد، وبعدين شويه شمس وبعدين نخفف لا ده برضو صحتنا اهم في هذا الاطار. استكمالا للي احنا بنتكلم فيه من امبارح، بالنسبه لانه منشط بيبقى خميس وجمعه، فالنهارده سياده الرئيس في اجتماعات القمه الامريكيه الافريقيه في واشنطن عقد مجموعه من اللقاءات المهمه خلال مشاركته في القمه، وكان قابل السيد سوليفان اللي هو مستشار الامن القومي الامريكي، وده واحد طبعا مستشار الامن القومي الامريكي واحد من الشخصيات المهمه جدا جدا في القرار الامريكي وفي صنع القرار الامريكي، واللي هو بيسموه يعني بوابة المشاكل وحلها ومناقشتها داخل الإدارة الأمريكية. الرئيس برضو يعني كان في مأدوبة عشاء كده عملها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة. حضر ده السيدة سوزان كلارك رئيس التنفيذ للغرفة، وجون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ورؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية. كان في طبعا لقاء مفتوح مع المسؤولين والمعنيين في المجلس وفي المجلس العمل المصري الأمريكي والآخر. كان شفنا احنا امبارح الجالية المصرية وهي بتستقبل سيادة الرئيس لما وصل للمكان، وكان في يعني الحقيقة يعني حفاوة دايما بتبقى موجودة في خلال وجود الرئيس في الولايات المتحدة، والجالية بتبقى حريصة انها تقابل سيادة الرئيس هناك في هذا الإطار. الرئيس دايما في الاجتماعات دي وفي المنتديات دي دايما بيبقى حريص ان هو بيوجه التحية بالتقدير والاحترام لكل أبنائنا المصريين في الخارج، وقال إنه لن ندخر جهدا في خدمة شعبنا العظيم في هذا الإطار. عندنا تقرير كده مجمع نشوفه عن الزيارة ونرجع لحضراتكم.
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. إن شاء الله تكون القمة الإفريقية الأمريكية تؤتي ثمارها قريبا. والحقيقة أنا شفت تطمينات من جانب الإدارة الأمريكية في هذا، وده يعني شيء مفروغ منه، فكرة الثنائيات وفكرة تبادل المصالح وفكرة تبادل الرؤى وفكرة بناء علاقات مثمرة ما بين أفريقيا وما بين الولايات المتحدة. وأنا شفت تصريحات للرئيس الأمريكي أنه في تعديل في هيكلة مجلس الأمن، وانه ميثاق الامم المتحده لازم يبقى فيه اعاده نظر بخصوص مشاركه افريقيا، تقريبا يعني لازم يكون في مقعد ثابت لافريقيا في مجلس الامن. وفي نفس الوقت برضو موضوع انه يكون في اجتماعات او مشاركات مهمه جدا جدا للافارقه في المجموعه ال20 وكل الاجتماعات الدوليه اللي بتتعمل او الاجتماعات الاقليميه بتتعمل. والحقيقه دي شيء يعني المفروض كان الكلام ده من زمان، يعني افريقيا مش قليله، المفروض يكون لها مقعد دائم في مجلس الامن ويكون لها تاثير اكثر من دلوقتي في العمليه دي. لكن الامور اللي زي دي برضو بيبقى محتاجه دفعه ومحتاجه ضغط ومحتاجه اقتصاد جامد ومحتاجه برضو سياسه جامد ومحتاجه اتفاق ما بين الدول الافريقيه بعضها ببعض، بلاقي ان في بعض المشاكل بتعوق عمليه التنميه في افريقيا فبالتالي بنتراجع شويه. لكن الاهم ان احنا يعني نتقدم برؤى ثابته ونتقدم بورقه ثابته ونتقدم بافكار على الاقل متقاربه عشان نقدر ان احنا نتعامل مع دوله قويه زي الاداره الامريكيه ودوله قويه زي روسيا ودوله قويه زي الصين ودوله قويه ودول قويه زي جنوب شرق اسيا ودول قويه. ما ينفعش ان افريقيا كده تحس انها منعزله شويه ودايما في 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 حته كده في خندق لوحديها ودايما تتهم باشياء يعني اللي هي فكره التاخر والتقهقر. لا، احنا اقوى من كده بكتير، لان عندنا موارد طبيعيه وعندنا موارد بشريه وعندنا موارد فكريه وعندنا عندنا حاجات كتير جدا يعني.
فأتمنى أن الأمور دي تكون محل بحث جاد خلال الفترة المقبلة، وأنه أفريقيا تتبوأ مقعدها المحترم واللي احنا بنتطلعه بإذن الله في الفترة القادمة. هاخد من السياسة للرياضة. الأهلي يعني في حاجتين كده حصلوا في الأيام اللي فاتت توجت النهاردة. الحاجة النهاردة اللي هي أنه خلاص الفيفا وافق على بشكل رسمي على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية اللي هيعقد في المغرب باعتباره وصيف نادي الوداد. نادي الوداد المغربي ده حصل على بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت، كان مين معاه في النهائي؟ كان النادي الأهلي. فبالتالي النادي الأهلي طبيعي أنه طالما الدورة المسابقة بتاعت كأس أندية العالم، كأس العالم للأندية هيقام في المغرب، فالمفروض أنه الوداد المغربي عيرت، فممكن يخش بأكتر من فريق، يعني فريق واحد لا، لازم الفريقين البطل والوصيف. فدي داخل الوداد الوصيف كان مين؟ يعني الرقم اثنين كان مين؟ كان ما ينفعش طبعا فريقين من المغرب، لازم ينفع ده، ولو الفريقين من المغرب البطل والوصيف يبقى تقريبا ينفع يعني. لكن على كل هو كان الاهلي هو الوصيف، فالاهلي هيشارك في هذا الامر زي ما حضراتكم شفتوا كده. في المغرب في حالة كده، حالة حب واحترام وتقدير من الجماهير المصرية ومن الإعلام المصري في الفترة فترة مشاركة المغرب في كأس العالم ووصول المغرب للمربع الذهبي، وفي نفس الوقت أنه بكرة إن شاء الله اللي هو اليوم السبت هيلعبوا على الثالث والرابع مع كرواتيا، ونتمنى طبعا كل الدعم ونتمنى كل التقدير للمغرب انه يحصل على المركز الثالث، ودي تبقى الاول، حتى لو حصل برضو على المركز الرابع دي الاول مره في تاريخ افريقيا وتاريخ العرب انه في دوله تحصل على هذا الامر افريقيا وعربيا. في هديه كمان يمكن البعض مش واخد باله منها، انه مشاركه اللاعب بدر بنون اللي كان لاعب النادي الاهلي ودلوقتي لاعب في احد الانديه القطريه، بدر بنون مشارك في كاس العالم. فتقريبا وفق لوائح بتاعت كاس العالم انه بدر بنون هيحصل على النادي الاهلي هيحصل على 300,000 دولار مقابل مشاركه بدر بنون في تقريبا الدور قبل النهائي لكاس العالم. يعني معنى كده انه وصول بدر بنون، وصول المغرب لمركز متقدم يعني حاجة بسيطة كده، يعني ممكن ما حدش ياخد باله منها، بس الحقيقة 12 مليون جنيه مش قليلين برضو، يعني أما يدخلوا خزينة النادي الأهلي يعني 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 باي لاك كده، يعني ما كانش حد متوقعها. فطبعا يعني هديتين لطاف، يعني الهدية الأولى اللي هي بدر بنون، والهدية الثانية اللي هي مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. يعني النادي الأهلي يستحق وجمهوره يستحق والأندية المصرية تستحق في هذا الإطار يعني، فربنا كريم يعني بإذن الله. كعادتنا امبارح احنا كنا بنتكلم على الطالب الجميل اللي 16 سنة، يا ريت لو تجيبوا صورته تانية يا شباب معلش، لأن التقرير ده من ضمن التقارير اللي الواحد دايما هيبقى متوقف عندها لطبيعة التقرير وطبيعة محمد صبحي وطبيعة المدرب بتاع محمد صبحي وطبيعة مارينا أمير اللي هي عملت التقرير، يعني الثلاثة مع بعضهم الحقيقة عملوا شغل كويس، زائد زملائي هنا في القناة سواء المونتاج أو الإعداد أو الآخره، بيبقى فيه هارموني كده، بيبقى فيه تعاون بينهم وبين بعضهم، بيطلعوا لينا منتج كويس زي المنتج بتاع امبارح الحقيقه اللي معمول بصوره كويسه جدا جدا. في برضه تقرير النهارده يعني شويه كده هنجيب محمد صبحي، يعني انا تقريبا بعد الحلقه بتاعت امبارح يعني كلمني ناس كتير يعني في الموضوع بتاع تقرير محمد صبحي ده، وكانوا بيتكلموا على زاويه الهمم وان ازاي الناس دي مش واخده وضعها لاخره كده، فانا بشكرهم شكر جزيل يعني. يعني ربنا يوفق ناس كتير، يعني كانت بتكلمني فاطمه وليد وانجل ابنودي ومحمد عبد الفضيل وكل دول، ده محمد اللي بتاع امبارح معلش، انا بحب اذكر حضراتكم بالحاجات الحلوه الحاجات الجميله، ده محمد صبحي بتاع امبارح. التقرير ده انا لو وزعته كل اسبوع انا بالعكس انا ببقى ممتن وشايف انه يعني محمد ده حاله، يعني الحقيقه يعني من ضمن لو في مسابقه للتقارير الخارجيه البسيطة، يعني ده عمل ايه وتطور ازاي
والقدرة عنده ازاي، والمدرب صبر عليه قد ايه، ووصل لمرحلة انه بيتعامل مع المسألة افضل مليون مرة من اللي هو المتعافى جدا. يعني الحاجات دي صعبة بالنسبة لمحمد صبحي، يعني الحاجات دي بالنسبة لمحمد صبحي صعبة جدا. يعني خليني يعني زي ما قالت فاطمة وليد امبارح كانت بتتكلم معايا بتقول انها قابلت ناس كتير نماذج، ففعلا في حاجات كتير في هذا الامر مطلوبة. يعني خليني اروح لجامعة اسكندرية برضو، مارينا امير عملت تقرير، شكرا يا مارينا على التقرير اللي انت بتعمليها. راحت جامعة اسكندرية، ودي الجامعة الوحيدة في مصر اللي قبلت الطلاب في كلية الاعمال بين قوسين كده التجارة من فاقدي البصر، من فاقدي الوحيدة في مصر، الجامعة الوحيدة في مصر، واخد بالك؟ في شروط، رغم شروط التنسيق اللي هي يعني في بعض المشاكل فيه، نجحت التجربة الفريدة دي زي ما بتقول أميرة، زي ما بتقول مارينا أمير، وقدمت للطلاب جميع التسهيلات اللي هي التجربة، وفي نفس الوقت الجامعة ودخلوا الحقيقة مدرج المحاضرات وعملوا لهم تسهيلات باستخدام أجهز أحدث الأجهزة الناطقة لفاقد البصر. هي خلينا نشوف التقرير ده، لأنه الأمر يعني لازم أرجع برضو لفضل أصحابه في هذا الإطار. سيادة الرئيس ما بيكون في أي اجتماع أو أي مناسبة فيها من ذوي الهمم وذوي القدرات والحقيقة وذوي العزيمة وذوي الاحترام وذوي التقدير وذوي يعني الحقيقة يعني ببقى ممتن، يعني ببقى ممتن، وفي يعني شبه توجه. يعني أنا في الفترة اللي فاتت لقيت مذيعة من المذيعات من ذوي الهمم، مذيع من المذيعين من ذوي الهمم، بعض القنوات وبعض البرامج بتهتم بهذا الأمر. الحقيقة دي حاجة ترد الروح زي ما بيقولوا، بلاقي في منتديات الشباب وفي مجتمعات الشباب وفي مؤتمرات الشباب، والحقيقه البعض يعني ساعات يتولى انتقاد، لكن في 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 نماذج طيبه جدا بنشوفها في مثل هذه التجمعات. خلينا نشوف تقرير مارينا امير عن اول مره قبول الطلاب فاقدي البصر في كليه الاعمال بجامعه الاسكندريه، ونرجع لحضراتكم. تتحسس اناملهم النقاط البارزه سطرا تلو الآخر لتكتمل الصورة، صورة لا تراها عيونهم لكنها ترسم كاملة في عقولهم لتشكل وجدانهم. جامعة اسكندرية بصراحة هنا فيها ميزات كتير عن أي حاجة، يعني التعامل مع الدكاترة سلس جدا، ما فيش أي صعوبة، ولا انا بجد مبسوطه هنا كتير. الكليه حلوه، والعميد السيد الصيفي مخليها مش محتاجين حاجه، اي حاجه بنحتاجها بيوفرها لنا. لما دخلنا الكليه كنا طبعا قلقانين، يعني المواد الرياضيه والحاجات دي كلها، بس بالعكس لما دخلنا لقينا الموضوع جميل جدا، ويعني لقينا اللي هو فعلا هنبقى حاجه كويسه في مجال العمل في المستقبل. الجامعه قدمت لي تسهيلات كتير من ناحيه اولا الطباعه، طباعه الورق بطريقه برايل زي الورق اللي قدامي حاليا، تمام. وثانيا برضو في بعض المواد الرياضيه لو البرينتر ما قدرش ان هو يطبعها برايل بتتسجل لنا صوت، ده اولا. ثانيا برضو الدكاتره بيراعوا ان احنا مكفوفين فبيظبطوا لنا الدنيا في موضوع المسائل الرياضيه والحاجات دي بيخففوها من علينا. احنا طبعا بنطلب من الدكاتره ان احنا ناخد الحاجه بطريقه وورد او PDF ماشي، وبنقراها بالناطق. وانا في مواد باخدها وورد واديها المستر هاني فوق في المركز يطبعها لنا. يا محاضرات اي حاجه بنجيبها له هنا المركز بيعملها لنا على طول، ومسهل معانا، يعني احنا المذاكره بقت سهله معانا بسبب اللي هو بيعمل لنا المحاضرات وكده، فالعمليه التعليميه سهلت معانا كتير. يعني هنا في جامعه الاسكندريه استقبل عميد كليه الاعمال الطلبة فاقدي البصر، وخصص لهم وحدة متكاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل العقبات ولمساعدتهم في تلقي العلم بأحدث التقنيات. المركز بيقدم الحمد لله خدمات كويسة جدا، أهم حاجة بالنسبة لنا خدمة الطلبة المكفوفين، لأنه دول أكتر ناس بيحتاجوا خدمات، زي مثلا طباعة البرايل للمناهج اللي هم بيدرسوها، تسجيل المواد الصوتية بحيث ان هم يقدروا يسمعوها في البيت في اي وقت هم محتاجينه. طبعا بنقدم خدمات اجتماعيه، بنقدم خدمات ثقافيه، ندوات، دورات تدريبيه. النهارده كان يشرفنا
ان احنا معانا 18 طالب من فاقد البصر، ودي حاجة في الحقيقة احنا فخورين بيها ككلية الأعمال جامعة الأسكندرية، ان احنا اول كلية حكومية بتدرس بيزنس لفاقد البصر. احنا اتخرج من عندنا دفعتين، الدفعة الاولى كان فيها 2 طلبة والدفعة اللي بعدها كان فيها 6 طلبة، والنهاردة كان معانا زي ما استقبلنا 18 طالب. واحنا أملنا في الحقيقة من هذه التجربة ان هؤلاء الطلبة يوجدوا فرص توظيفية لزملائهم من فاقد البصر اللي هم حتى ما درسوش عندنا الفكر بتاع البيزنس. نأمل هذا، لان انا متأكد ان دول عندهم افكار ممتازة جدا، واحنا كمان بنفتح لهم مجالات للاستثمار غير المعهودة لفئة فاقد البصر. بالعزيمة والمثابرة تحصد الأهداف، وبالإرادة أبصرت قلوبهم بطاقة نور كانت سبيلهم الوحيد لتلقي العلم في عالم تحكمه المعرفة. مارينا أمير لبرنامج منشط. عدنا لحضراتكم. التقرير اللي عملته مارينا أمير ده بيفكرني بحاجة كده، حتى زميل محمد سامي هيفكرني بيها دلوقتي. أنا كنت بتكلم على حد أعرفه يعني ومعتز بيه جدا، اسمه الدكتور رامي مصطفى. دكتور رامي مصطفى واحد من، يا ريت كانت صورته معانا كنت عرضتها لحضراتكم، لكن هو موسيقي راقي جدا وخريج تربية موسيقية جامعة حلوان، وفي نفس الوقت هو اتعين، هو كفيف اتعين جوه يعني هو من ضمن اول الطلبة، لكن ما كانش رقم واحد يعني، لكن هو اتعين وما تعينش معين، لكن هو اتعين موظف اداري جوه جامعة حلوان. اثناء تعيينه خد ماجستير والدكتوراه، وهو بيشتغل مع موسيقيين كبار وبيشتغل مع مغنيين كبار الحقيقة، وليه مساهمات في المسألة دي، وانا يعني قعدت يعني في الاطار ده. لكن الحلم بتاع رامي انه الوظيفة اللي هو فيها دلوقتي اللي هي الشغل الوظيفي، او من كادر اداري الى كادر اكاديمي، وده الحقيقة تقريبا في بعض الصعوبات بتقابله جوه مجلس الاعلى الجامعات او حزب اللوائح ومجلس الكلية وهو الاخر وكده. وراجل الحقيقة يعني هو بعت على الصفحة، وكان زميلنا محمد سامي تلقى الامر، فبيقول لي انا يعني عايزين نعرض الامر، فهو بيفكرني دلوقتي بيقول لي هو ايه المانع ان احنا وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان والمجلس الاعلى للجامعات وهو لاخره، انه الناس اللي ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة وهو لاخره كده، ليه ما بنتعاملش معاهم تعامل يعني ايه يكون استثنائي وفي نفس الوقت مستحق؟ يعني انا بتكلم على رامي مصطفى كنموذج، لكن في بعد رامي مصطفى في نماذج كتيره جدا، في سوهاج، في رائع جدا زميلنا العزيز محمد نفس النظام، في واحده برضه بعتت لنا من الشرقيه اسمها ايمان برضه نفس النظام، حصل على الدكتوراه وبتشتغل عامله في وحده محليه، يعني دكتوراه وعامله وهي عندها من ذوي القدرات وعامله في وحده محليه. طب ايه المانع ان احنا نشوف هذا الامر؟ انا بتكلم بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الحب وبمنتهى الاحترام، وبدون ان انا اتجاوز حدود الامر المنوط بيا انا كمذيع للقوانين المعمول بيها. انا كل الموضوع ان انا بقول ندرس الامر، نبحثه، المجلس الاعلى لازم يكون في نوع، مش عايز اقول ان انا اتجاوز القانون لا، وان انا اتخطى القانون لا، بس في حتت كده لازم ناخد بالنا منها، لازم يعني رامي بيقول لي نوجه رساله الى السيد رئيس الجمهوريه. طب ما انا اوجه رساله الى المجلس الاعلى للجامعات، اوجه رساله السيد رئيس الجمهوريه له من المهام الكبير، لكن في الاطار ده انا بناشد المجلس الاعلى للجامعات لو حد يتواصل معنا في هذا الاطار، زي حاله ايمان اللي في الزقازيق، زي حاله رامي ده هنا، فنتمنى ان الامور تنظر وتدرس في حدود المتاح، وان شاء الله باذن الله يبقى لنا خبر كويس بهذا الامر. مستقبل الوطن ولا حديث يعلو هذه الايام بالنسبه للاحزاب المصريه، مستقبل الوطن وحماة الوطن وتنسيقيه شباب الاحزاب، الحقيقه عاملين حاله كده، حاله حلوه في البلد، وكل يوم في محافظه او في محافظتين
وبيلتقوا بالشباب وبيلتقوا بال أطياف المجتمع، بنتكلم عن الحوار الوطني وأهمية الحوار الوطني وجدول الحوار الوطني في هذا الوطن، وده شيء محمود يعني. من ضمن الحاجات يعني امبارح كان معانا حماة الوطن بالدهلية، والنهارده برضه معانا تقرير حماة الوطن من جنوب سيناء. لكن مستقبل وطن عمل ندوة في هذا الإطار النهارده وفي صالون كده، وكان بيتكلم محاور متعلقة بالاستثمار مع نخبة من متخذي القرار في مختلف القطاعات اللي بتخص الاستثمار. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الهدف النهاردة كان مناقشة مناخ الاستثمار في مصر. حضرتك عارف أن لا تنمية اقتصادية بلا استثمار، وبالتالي يجب أن احنا نهيئ مناخ الاستثمار، نعزز المنافسة، تهيئة بيئة الأعمال. دي أحد الأهداف الأساسية اللي احنا كنا بنتمنى أن احنا نخرج بيها من هذا الحوار. الحقيقة كان في مقترحات بناءة جدا من السادة الحضور في حزب مستقبل الوطن، ومن السادة النواب في البرلمان بغرفته اللي كانوا حاضرين. استفدنا من الحوار ده، هو كان في استفسار بخصوص مثلا مركز خدمة المستثمرين بشأن الإجراءات اللي فيه، بشأن رغبات السادة في أن يتم تقليل المدة. وضحنا قرار رئيس الوزراء، قرار دولة رئيس الوزراء بأن الإجراءات ما تاخدش أكتر من 20 يوم، وتم تطبيقها بالفعل بصرامة والتزمت بها الجهات. حوار دايما بيفتح مجالات جديدة لفهم مواضيع يمكن ما نكون احنا في المهمة التنفيذية كل يوم الصبح نكون منغمسين في الأدوات التنفيذية بتاعتنا، فمهم جدا وجود هذا الحوار كل فترة بحيث نقدر نسمع من جهات مختلفة في الدولة ومن أعضاء مجلس النواب والبرلمان المصري عن آرائهم، وإن هم يقدروا يساعدونا في مهمتنا التنفيذية. كان مفيد جدا، ناقش موضوعات هامة جدا والتطورات اللي حاصلة اليومين دول في سوق المال، زي مثلا توريث حقوق الماليه المستقبليه والمنتجات اللي هي الماليه الجديده. اتناقشنا معاه في موضوع المشتقات وازاي طريقه تفعيل الشورت سيلنج اللي هو حاجه من الحاجات المهمه قوي، واتكلمنا برده عن اللي هي الكربون، اللي هي الكربون سيرتيفيكتس دي برده اتناقشنا فيها. الحقيقه هي رساله قويه للاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفتره القادمه، ان يكون هناك نقاش مفتوح لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر. دور البرلمان واللجنة الاقتصادية الحقيقة في أن يكون هناك كوكبة من المسؤولين لتكون لغة الحوار لغة واحدة. اليوم نحن هنا في ثاني الصالونات السياسية نستطيع أن نتحدث في كل الفنيات الخاصة بالموضوع مع كافة القيادات، سواء الممثلة للجهاز التنفيذي في مصر أو لكافة القيادات الممثلة على مستوى التشريعي من قيادات مجلس النواب والشيوخ، وأيضا القيادات السياسية في حزب مستقبل الوطن. من مستقبل الوطن إلى حماة الوطن، وبرضو في ندوة مهمة جدا عقدت النهاردة في جنوب سيناء وأيضا إسماعيلية، والحقيقة مجموعة كبيرة من المسؤولين في الحزب في الجانبين في إسماعيلية وفي جنوب سيناء أو في المحافظتين شاركوا في هذا الإطار، وبعض المشايخ وعواقل سيناء. والحقيقة برضو كان الكلام حوالين خطورة الشائعات وكيفية التصدي ليها، وكان برضو مجموعة من الشباب موجودين فيها وهو الأخر. فالأنبا يؤنس صندوق الكنيسة تتكلم، هلا الملاح أمينة الوفد في جنوب سيناء اتكلمت برضو، بتعرب عن سعادتها بإقامة حوار وطني. فهذا مجموعة من الناس ومن المسؤولين اتكلموا في هذا الإطار. نشوف برضو هذا التقرير ونرجع لحضراتكم.
في الأسماعيلية وبتحديد في مكتبة مصر العامة نظم حزب حماة وطن صالون ثقافي حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها. الحقيقة يعني شايفة أنه دعوة مهمة جدا جدا من حزب حماة وطن لاستكمال أركان الحوار الوطني. النهاردة يمكن احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا قد يكون موضوع الساعة يعني بدون مبالغة، وهو فكرة انتشار العنف ضد المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفكرة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في نشر النوع ده من العنف. الحوار الوطني النهاردة بيدور في هذا الحفل العظيم أو المبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها حزب حماة الوطن بالإسماعيلية حول دور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة في العنف ومبرراته. لو تحدثنا عن العنف بداية، هو تمكين قوة بدنية، المفهوم العام تمكين قوة بدنية من إضرار شخص معين أو هدف معين. طبعا أنا بشكر حضراتكم جميعا، وبالنسبة للحضور والمنصة الكريمة الحاضرة النهاردة في إطار الحوار الوطني تحت مظلة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أشكركم جميعا، ويا رب يكون في تواصل دايما بيننا وبين الإعلام. العنف الإلكتروني ممتد إلى خارج حدود الدولة المصرية، فأنت بتواجه أشخاص من الخارج لا تعلمي عنهم شيئا، وهو متطور بتطور التكنولوجي، يعني كل مدى العنف الإلكتروني بتطور حسب التطور التكنولوجي. اتكلمنا عن السلوك، التغير في أنماط الشخصية المصرية وإيه أسباب هذا التغير، السلوك ليه اتغير بتاع الإنسان المصري، وده بيرجع لأمور كثيرة جدا. اتكلمنا عن ضرورة إيجاد تشريع يعاقب من يستخدم هذا العنف الإلكتروني، بس للأسف احنا هنحاول نبحث في هذا الموضوع، لانك انت لا تعلمي من هو هذا الشخص، فانت هتقبضي على مين، هتعاقبي مين، فهنحاول نجد رد على هذا. الحوار الوطني زي ما احنا عارفين كلنا ان هو ده اطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهميته ان هو بيعمل مشاركة اجتماعية وبيعرف منه المجتمع عايز ايه، وبناء عليه بيخش في نطاق التشريعات اللي بتبقى تشريعات تنظم امور الحياتية بتاعت المواطن المصري. النهاردة احنا كان واحدة من المحافظات تبع حماة الوطن مكلفين ان احنا نعمل صالون ثقافي بنناقش فيه دور وسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي في نشر الجريمة والعنف وخطورتها. الصالون ده بيهدف لتوعية الشباب والمجتمع لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي، وازاي ان احنا نطلع بيه بتوصيات تشريعية وقانونية تحد من العنف دون والسلوك العدواني اللي احنا بنلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتزامن مع الفعاليات الثلاثة وفي محافظة جنوب سيناء، نظم حزب حماة الوطن مؤتمر جماهيري حضره العديد من فئات المجتمع السيناوي، وكان يدور الحوار فيه حول قضية الوعي وسبل محاربة الشائعات. النهاردة أنا سعيد جدا أن حزب حماة الوطن كان له السبق أن هو يكون أول حزب يناقش قضية الحوار الوطني في محافظة جنوب سيناء، والحمد لله احنا النهاردة بنناقش قضيتين من قضايا الحوار الوطني اللي هي نشر الوعي وسبل محاربة الإشاعات. انا سعيد جدا النهاردة ان الكوكبة اللي موجودة ممثلة للمجتمع كله من رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي، من الشباب، من المرأة، من أهالي جنوب سيناء، من كل القيادات، سعيد ان هم بيجتمعوا النهاردة وبيناقشوا ازاي نطلع بتوصيات لازاي نتخلص من الاشاعات وازاي ننشر الوعي بين المواطنين. سعدت النهارده ان انا اكون مدير لجلسه الحوار، اولى جلسات الحوار الوطني لحزب حماه الوطن بجنوب سيناء. النهارده المحور السياسي اتكلمنا عن نشر الوعي وسبل محاربه الشائعات، ازاي كان معانا ناس متحدثه من البدو، من الكنيسه، من الجامع، وكمان ممثله للمراه والشباب. هو كان حوار وطني لجميع الفئات اللي بتمثل المجتمع السيناوي والحضري في شرم الشيخ في جنوب سيناء. الحوار كله كان بيتكلم عن الشائعات وعن ما ينتج عنها من ضرر في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. احنا خرجنا بتوصيات ازاي هنصلح ده من خلال الميديا، من خلال لقاءات مع المجتمع السيناوي، من خلال إعادة تثقيف تعليم العاملين في مجال السياحة، وهناك عدة برامج يتم إعدادها حالياً
للنزول ببرنامج لإعادة تأهيل المجتمع والمواطن للخروج من قصة عدم الاقتناع بالإشاعات أو الحوارات الغير صادقة. دور البيت أساسي، الأم إن احنا ننفي أي شائعات لأولادنا أو لنفسنا لازم نتأكد، وبعد كده دور المدرسة طبعا في التوعية دايما مع الأطفال في ندوات في أي حوار بيدروه جوه الفصل مع الأطفال، وبعد كده المجتمع من بره والإعلام إن يحاول يوصل الصورة الصح للدور للمجتمع عامة، وإزاي إن احنا نبقى ناخده من الإعلام إن احنا نوصله لأولادنا بعد كده. احنا خرجنا النهاردة من الحوار الوطني لحزب حماية الوطن الخاص بقضايا الوعي ومحاربة الشائعات بعشر توصيات. كان أهم التوصيات دي تفعيل دور التربية والتعليم في نشر الوعي وبين الشباب وللتوعية بأهمية وأضرار الإشاعات وتأثيرها على السلبي على المجتمع، وزيادة عدد الندوات التي تعقد لمحاربة الشائعات باستخدام الوسائل التي تتناسب مع المراحل الحالية اللي بنعيشها. وإن شاء الله الندوات القادمة هنقدر يعني هنوصل فيها كل ما قد أثير في هذه الندوة وصلنا لإيه، والندوة القادمة هتكون بإذن الله عن محور التربية والتعليم. بالنسبة لمحاربة الشائعات عند البدو، البدو عندهم قانون عرفي بيحكمهم، والقانون العرفي ده لا يتجاوز القانون المدني. القانون العرفي القانون العرفي اللي بيحكم البدو لمحاربة الشائعات، أي حد بيقول كلمة عندنا له حق، يعني يقعد قاعدة للحق، يا إما يثبت الكلام اللي بيقوله أو ينفيه. تأتي الفعاليات الثقافية والجماهيرية لحزب حماة الوطن بالمحافظات في ظل الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي لإشراك كافة الفئات لتحقيق أكبر قدر من الثقافة ورفع الوعي المجتمعي لمختلف فئات المجتمع. ياسمين جبريل، CBC. كل التوفيق طبعا لمستقبل الوطن وحماة الوطن وتنسيق شباب الأحزاب وكل الفعاليات السياسية في هذا الإطار، اللي من مهمها أنه بتعمل عملية تبصير للمجتمع في هذا الإطار، ومن يعني ملاحظين أنه في تنوع في القضايا المطروحة على فئات المجتمع في هذا الأمر، سواء في المنصورة امبارح أو النهاردة في السويس وفي إسماعيلية وجنوب سيناء، وسواء في جنوب سيناء أيضا في هذا الإطار. إذن الحاجات اللي زي دي بتبقى مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم كده لتحريك المهرة كده في المجتمع السياسي. يعني بعض الصفحات الأولى من جرائد بكرة: الأهرام حصاد اقتصادي وافر لمباحثات رئيس واشنطن، والشركات الأمريكية تشيد بتحسين بيئة الاستثمار في مصر وترحب بالتوسع في أنشطتها، والرئيس بيقول عازمون على مواصلة الإصلاح والتطوير لتحقيق رؤية 2030. صحيفة أخبار اليوم والعدد الأسبوعي طبعا: الرئيس السيسي يؤكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي ويستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع المستثمرين، ويقدر الدور الأمريكي في دعم العلاقات مع مصر في هذا الإطار. صحيفة الوطن: ندية ومكاسب اقتصادية حصاد القمة الأمريكية الإفريقية، مصر تحصد جهود 8 سنوات من العمل الدبلوماسي في واشنطن في إفريقيا، والسيسي يدشن مرحلة جديدة من علاقات واشنطن بالقارة. صحيفة الشروق: السيسي خلال لقائه في واشنطن مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي حريصون على التواصل المستمر لتسديل العقبات أمامهم، و بايدن يأمر بنشر آلاف الوثائق الجريدة حول اغتيال كينيدي، وده الرئيس الامريكي الاسبق اللي اغتيل مطلع الستينات. الدستور: ماذا جرى في واشنطن؟ علامة استفهام. الرئيس يؤكد حرصه على حل كل مشاكل المستثمرين، وبره مينيونا بيقولوا مشاركة مصر في القمة الافريقية الامريكية عكست ريادتها في الشراكة، عكست ريادتها في القارة. والقدر ينصر الاهلي ويقربه من المشاركة في كأس العالم للأندية زي ما يقول إسماعيل مطر في صحيفة الدستور. المصري اليوم: مصر تؤكد ضرورة الشراكة مع أمريكا لمواجهة أزمات أفريقيا، السيسي يحذر من ارتفاع نسب الجوع ويستقبل رئيس البنك الدولي، والقاهرة تنتظر تحويل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأيام، والنواب اللي هو مجلس النواب يواجه وزير الزراعة ب137 سؤالا وطلب إحاطة
والاكتفاء الذاتي والتسعير ومستلزمات الانتاج والارشاد الزراعي اهم القضايا في هذا الاطار. ده ابرز الملامح كده لصحافه بكره باذن الله. حضراتكم ان اللي بيحب يقرا صحافه هيلاقي العناوين دي، ودي العناوين اللي مسيطره على العام والخاص دلوقتي. طبعا اضافه الى الخبر الرئيسي او الخبر المستمر الان ده اللي هو موضوع الحرب الاوكرانيه الروسيه. احنا زي ما قلنا لحضراتكم كده الاسبوع اللي فات كنا في سوق الفراوله بنغطي او حقل الفراوله او موسم الفراوله، ورحنا محافظه الاليوبيه ورحنا احدى القرى هناك وسجلنا الحقيقه مع المزارعين ومع ملاك الاراضي ومع بعض المهتمين بهذا الامر. والحقيقه عملنا لحضراتكم تقرير شامل للفراوله. اللي انا عايز اكد لحضراتكم عليه تاني انه مفيش حاجه اسمها فراوله محقونه في السوق. الفراوله اللي موجوده في السوق اللي هي الكبيره دي واللي هي الصغيره شويه، كل دي انواع فراوله متعدده، فمش محقونه ولا حاجه زي ما انا كنت فاهم او بعض الناس فاهمه في هذا الاطار. اتمنى ان حضراتكم تاخدوا بالكم في هذا الامر. هنشوف التقرير، وبعد التقرير وتستمتعوا بيه كده باذن الله وتستمتعوا بالارض المصريه وبانتاج الارض المصريه، لان كل ده للتصدير اللي حضراتكم هتشوفوه. نشوف حضراتكم باذن الله الاسبوع القادم يوم الخميس. لكم منا كل الاحترام والتقدير والمحبة والود والعرفان، كل حاجة كويسة، كل حاجة كويسة على رأسنا من فوق دايما. شوف حضراتكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب احنا معودينكم كده من قبل آخر كده نبقى ريفيين قوي ونيجي الغيط ونشوف الدنيا ماشية ازاي. في واحد من اهم المحاصيل اللي مصر بتصدرها بس متلجه، يعني مثلجه انجاز التعبير، او بيصدروها بشكل مختلف عن المنتجات التانيه، هي الفراوله. مصر من اكبر الدول المصدره للفراوله بس متلجه انجاز التعبير، يعني بين قوسين كده. دي قريه من القرى، واحده من اكبر القرى على مستوى محافظه الاليوبيه اللي هي برضه واحده من اكبر المحافظات انتاجا للفراوله، وعلى المستوى الجمهورية عرب الغديري اللي هي القرية اللي احنا فيها دلوقتي، عرب الغديري دي واحدة من القرى المهمة جدا على مستوى انتاج الفراولة. احنا هنا في الحقل اللي انتم شايفينه ده مش حقل واحد، ده يعني على مترامي الاطراف كده، يعني زملائنا الله يكرمهم كده اخونا محمد سامي راح جاب لنا ارض يعني مترامية الاطراف، حتى بعد المساكن دي او بعد البنايات دي في ارض زراعية كمان خاصة بالفراولة. واحنا جايين بقى تبص تلاقي البلد كلها فراولة، الاسواق كلها فراوله، كل واحد تقابله تلاقي وكانه في وشه فراولايه، اه والله كده في الحته دي كده وحاجات يعني. جينا هنا برضو قابلنا الحاج مجد ابو رحيل اللي هو المفروض صاحب الجمال ده والرقه دي والخفه دي، ما هو الفراولايه برضو شكلها حلو، والراجل برضو لازم نفسه يكون فراوله كده، يعني تحس كده تسلم على الحاج مجد وتسلم على الناس اللي معاه، تبص تلاقي كده كلهم دمهم خفيف زي الفراوله اللي بينتجوها كده. فاحنا مبسوطين ان احنا موجودين هنا، ومبسوطين كمان ان احنا موجودين مع الناس اللي بتجمع دي، لان كل واحده منهم بتجمع بيبقى لها خصوصيه في الجمع. واحده بتقول لك لا ما تمدش ايدك على دي، لا مد ايدك على دي، يعني مش اي حاجه بتتجمع يعني. فاحنا هنشوف المساله بتتجمع ازاي، هنشوف الارض دي بتتعمل فيها ايه، هنشوف الناس المنتجين اللي احنا معانا هنا اربعه من اكبر منتجين على مستوى محافظه الاليوبيه موجودين معانا هنا، هنعمل كده قاعده اسمها استوديو الفراوله انجاز التعبير، يعني هنقعد كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وايه المعوقات. ومعانا كمان مسؤولين عن في وزاره الزراعه عن المحاصيل كلها، وفي نفس الوقت مسؤولين عن مديريه الزراعه في محافظه الاليوبيه. في حاجه كده فراولايه في الموضوع هنصدرها لحضراتكم، بس بعد ما نشوف الجوله بتاعتنا دي رايحه فين وجايه منين. فالى الجوله والى الفراوله، ونهاركم فراوله ان شاء الله.
احنا في 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 حقل من الحقول زي ما قلت لحضراتكم كده، حقل الحاج مجدي ابو رحيه، صح كده يا شباب؟ ابو رحيه ده واحد من اكبر الحقول، الحقول موجوده هنا وفي القريه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، برضو من القرى العتيده هنا في زراعه الفراوله. لفت نظري بس ان معظمهم سيدات طبعا، في الحاج طبعا على عيننا وعلى راسنا هو اللي مشرف على المصحة كده يا حاج، بس معظمهم بقى ايه سيدات. قال لك ليه بقى معظمهم سيدات؟ قال لك عشان الفراوله محتاجه تعامل رقيق شويه. ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. اسمك ايه؟ منى. منى، لا كان بيقولوا لك يا ام ايه؟ يا ام احمد. يا ام احمد. يا ام احمد. وكلكم اي حد هنا بيسالوه بيقولوا لي يا ام كذا، صح؟ ايوه. مفيش حد يعني محدش بينادي لك يا منى. يا منى كده. يا ام كذا. يا ام فلاي. وفي البيت الحاج بيقول لك ايه؟ جوزك بيقول لك ايه؟ ام احمد. يعني كله ام احمد على طول. ايوه الحمد لله. طيب دلوقتي وانت بتجمع الحاجات دي في اجراءات معينه، يعني في حاجات معينه كده لازم بتاخدي بالك منها؟ ايوه. ايه بقى اللي تترص في الطبق؟ في مثلا النهارده ابيض احمر وملون شويه مخوص. ومخوص. هتمسك لك دي. بننقي دي الحمراء وبننقي الايه المخوصه. المخوصه. عشان يعني الرص. يعني لو واحده بيضه قوي لا ما تتنقاش. لا. والخضرة كمان ما تتنقاش. ايوه طبعا. يعني مثلا طب امسكي انت دي كده، امسكي انت الحاجه بتاعتك كده، يعني انا مثلا لو جبت دي. ايوه يا باشا. لو جبت دي صح كده؟ ايوه. يعني انا كده يا جماعه دي صح؟ تمشي برضك. ايوه دي تمشي. دي تمشي. في واحده هناك اهي. طب انت بتجمعي هنا، وواحده كمان بتجمع قصادك الصف ده، صح؟ ايوه احنا مع بعض. صح. طب انت بتملي الصندوق ده بكذا واحده، ولا انت وقت ما بتملي بتملي؟ هم نوعين اثنين. نوعين اثنين من الفراوله، المخوصه والحمراء. المخوصه. دي ايه دي؟ لا دي حمراء. دي حمراء. دي بتتاكل على طول؟ ايوه. بس انت ما نشلتش واحده شويه. بس مره شويه. انت ما نشلتش على الصح. طب اديني واحده كده صح الله يكرمك. اديني واحده صح. عشان هي حمراء خالص؟ ايوه. فرقت ولا فرقتش؟ بس كده ما شاء الله، ده كده ممكن الواحد يستخدمها في البيت عادي. ماشي. تمام، حضرتك بقى بتشتغلي من كام لكام بقى؟ من الساعة 5 للساعة 1. 5 الصبح؟ 6. 6 الصبح؟ للساعة 1. أيوه. طب ليه ما بتشتغلوش بعد الساعة 1؟ لا عشان الحر، وهو دي ميعادنا، خدنا على كده إن إحنا بنجمع ننزل الساعة 6 ونطلع الساعة 1. طيب الموسم الفراولة ده بيقولوا بيجمعوه في شهر 12 لحد شهر 6، صح كده؟ أيوه. طب بعد شهر 6 أنتوا بتشتغلوا فين بقى؟ سؤال في المشتل. لا في المشتل. المشتل برضك الفراوله. الفراوله يعني انتوا حياتكم كلها فراوله. حلو، هي اللي ماكلانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. واحمد برضه مش عارف الفراوله؟ لا بيتعلم. لا والله. طب هو احمد متوظف ما بيشتغل؟ يعني انت انا بساعد بس. لا بساعد معاه. ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك. ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ام ايه؟ خدي امسكي الكاميرا ما تقلقيش. ام يوسف. ايوه. واخبار يوسف ايه؟ تمام. بيتعلم برضه؟ ايوه. طيب برضه انت بتشتغلي من 6 لواحد. ايوه. طب وبعد موسم الفراوله برضه بتشتغلي في المشتل؟ ايوه. يعني انت السنه كلها فراوله؟ ايوه. انتوا من القريه من هنا؟ ولا في حد من بعيد شويه؟ لا احنا من هنا، كلنا من هنا. يعني انت معلش انا يعني فتح البيت قايم على الفراوله؟ لا طبعا. انا بس اللي بشتغل فراوله، اما انا بقيت الجماعه في شغل تاني. طب انت ليه اشمعنى الفراوله بالذات انت شغاله فيها؟ ولا عشان في البلد معظم هي عشان في بلدنا وشغلتنا. البلد خدنا خدت بقى عليها وبتاع. ايوه. طب بتشربي كم مره فراوله في اليوم؟ عادي بالامان. مره مرتين. طول النهار الخلاط شغال فراوله؟ لا لا طبعا احنا بناكل. لا والله. الحاج ما بيخلش عليكم حاجه يعني. لا والله. طيب قولي لي ايه يعني انت وانت بتجمعي كده بيبقى في مشاكل معينه بتقابلك مثلا بتقولي للحاج عليها، في حاجه في الارض بتقولي للحاج عليها؟ ايوه طبعا. في يعني بيبقى في زي دوده كده مثلا او حاجه او بتاع شجره ناشفه حاجه بنقول له عليها. بقالك كام سنه بتشتغل؟ بقالي 5 سنين. يا ما شاء الله. طب انت عندك بنات؟ طب ليه ما سميتيش بنت فراولايه ولا حاجه ولا فراوله؟ لا ما عندي فيروز. فيروز؟ ايوه. تمشي فراوله يعني؟ ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. تعالى يا عم الحاج. اتفضل. انت بقى المعلم بتاعهم؟ لا المعلم بتاعنا. المعلم اهو. طيب انت بتشتغل معاهم برضو في نفس الموضوع ده؟ طيب كويس. دي 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 اجمعها ولا ما اجمعهاش لسه شويه دي صح؟ لا عايزها تتجمع بكره. دي بكره. يا سلام. دي اجمعها النهارده؟ دي حلوه. والله. يا سلام، حلو حكايه بكره دي.
يعني بص والنبي الحكايه دي يعني ممكن اقطعها بس ربنا يسامحني. يقطعها. ايه الفرق بين دي بين دي ودي؟ قال لك دي تتجمع بكره، دي تتجمع النهارده ممكن، ليه؟ لان البياض اللي فيها نص نص حمار ونص بيض، صح كده؟ صح يا باشا. وده معظمه حمار، فهو لازم يبدا يجمع الحاجه كلها وهي حمر. بس والله يعني برضه انت مجرد انت تبص بعينك كده تعرف دي تتجمع النهارده. ايوه طبعا. بقالك كام سنه يا حاج شغال فيها؟ بقالي اكتر من 12 سنه. 12 سنه أوه. من نفس البلد برضه؟ اه. وحياتك كلها فراوله كده؟ فراوله اه. يا جمالك. طب عندك اولاد؟ أيوة. بتعلموا كده ولا ناس شغاله في الموضوع برضه؟ لا مش عندي. محدش شغال فيه؟ هي كلهم بنات مش الا واحد بس. كل اللي عندك كام بنت؟ اربعه. في حد فراوله؟ لا. ليه يا عم؟ فاطمه عيد. معلش فاطمه عيد؟ اه. عندك واحده اسمها انت اسمك عيد؟ اه. ومسمي بنتك فاطمه؟ فاطمه عيد. يا حاجه فاطمه عيد في واحد مسمي بنته فاطمه على اسمه؟ قال لها ده هتكلها هتشتكينا هي بقى. حبا في فاطمه عيد؟ ايوه طبعا. والله ده حاجه جميله. طبعا. هي الاخرى برضه بتغني للغيوط وبتغني للفلاحين. ايوه اتنقل. وست كده مننا. طبعا اه. صح كده؟ طبعا اه. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. الله يخليك يا باشا. ربنا يديك الصحه. تعالى. ازيك؟ مرحبا يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. اسمك ايه؟ احمد يا باشا. احمد أوه. انت المعلم بقى بتاع الارض دي؟ اه ان شاء الله. اخبارنا ايه عنك؟ الحمد لله. عندك كم واحد هنا في الارض؟ عندي 12 واحد. الفدان بيبقى ليه كم واحد؟ لا على حسب بقى الزرع اللي فيه. اه يعني على حسب الزرع. اه يعني ممكن يكون الفدان خمسة أربعة. وانت المتعاهد بقى اللي بتجيب. يعني لو واحدة من السيدات الجميلات دول عمل حاجة كده مش كويسة بتمشي على طول؟ لا بزعلها طبعا. بتزعلها؟ اه. طب انت اخر واحدة زعلتها في دول مين؟ ما بذمتك هي بتضحك ايه؟ بذمتك اخر واحدة زعلت ما بيزعلش؟ ايوه دي ما بيزعلش حد؟ لا والله. اه اللي قالتك ما بيزعلش حد انت لسه مزعلها. مزعلها الصبح اه. طب مين اكتر واحدة يعني شغلها كده بيند عليك بتقول لها يعني ايدك طيبة انت شغلك محترم؟ اه والله. ام مين؟ ام صبري. ام صبري ايه مش عايزة تتكلم. هات يا عم ام صبري. معلش. هات يا عم ام صبري. لا طبعا. ام صبري. وام عواد برضه. ام عواد؟ اه. يا ام عواد. يا ام عواد. طب بص لنا يا ام عواد. كلام يا ام عواد. اهي دي ام عواد. ايوه. ودي ام صبري. ايوه. ده اليوميه بتاعتهم بقى. لا زيهم زي الانفار. بس كشغلهم هم الاساس اللي بنعتمده. مش كده؟ لا والله ربنا يديكم الصحة. أصل هم مميزين بالنسبة للرص وبتاع. هم ناس اخواتنا والله. كلهم كده زي اخواتنا في الريف طبعا. وناس زي الفل وربنا يكرمهم يعني بجد. طبعا. وكفاية انهم يعني ايه بياكلوا العيش بعرق شرف كده صح؟ صح. وبيجوا هنا وفي وقت يعني في شهر ثلاثة ولا أربعة بيبقى برضو الجو بيبقى صيف شويه صح؟ آه. وبيجوا هنا برضو يجمعوا آه. طب اربعه احنا في ثلاثه واربعه اللي جايين دول هيبقى رمضان برضو آه. هيجوا الغيط؟ بيجوا بس بنروح مبدرين بقى شويه الجو بيكشف وعند ما الساعه 9 كده نخليهم يروحوا يعني عشان الصيام آه. يعني برضو في راحه اه لا لازم آه. يا باشا وتلاقيهم بالخشاب بتاعهم وهو على طول آه. فراوله اه بيقولوا عصير فراوله اه, آه. طبعا ربنا يكرمك الله يخليك يا باشا ربنا يكرمك ده شيء من الجمال اللي بيحصل في البلد كل الناس اللي حضراتكم شايفينهم دول كل اللي في الحقل دول وكل اللي بيعتمد على نفسهم وكل اللي بيجي من عرق جبينه وبيشتغل في الارض دي اعتقد انه له يعني حسنه طيبه. طيب احنا هنا في قريه ثانيه اللي هي قريه عرب الحسنيه في شبين القناطر. والمفروض في حاجة اسمها مديرية الزراعة في الأليوبية وفي حاجة اسمها الإدارة الزراعية في شبين القناطر. احنا بقى معانا هنا الإدارة الزراعية بكامل هيئتها يعني معانا السيدة المديرة وبعض الأعضاء في الإدارة الزراعية في شبين القناطر. حاجة حلوة بقى ان هم يقولوا لنا بالظبط الدنيا ماشية ازاي هنا والمحافظة باعتبارها انها واحدة من اكبر المحافظات في مصر او من كبار المحافظات في مصر اللي بتصدر فراولة. واتكلم برضو عن الشق الزراعي في محافظة الأليوبية اللي هي يعني الحقيقة في القمح واخدة مركز متفوق جدا في الذرة مركز متفوق جدا في القطن مركز متفوق جدا في الفراولة مركز متفوق جدا معرفش في ايه تاني بقى بس السيدة مدير الإدارة الزراعية ممكن تقول لنا يعني الأمر ماشي ازاي. اتفضلي يا فندم.
احنا هنا عندنا الفراوله تعتبر من اهم المحاصيل عندنا هنا في مركز شبين، لان تعتبر عندنا محافظه الالويه من اوائل المحافظات اللي فيها مساحات كبيره للفراوله. يعني احنا عندنا هنا لغايه دلوقتي عندنا 2875 فدان مزروعين فراوله. وطبعا كل اللي عندنا المزارعين هنا كلهم فيهم ميزه حلوه قوي ان هم دايما بيدوروا على الجديد. يعني احنا دايما بنجيب دكاتره من مركز البحوث او ندوات او حاجه، هم بيتبعوا كل اساليب الطرق الزراعه الحديثه. حتى حضرتك لو خدت بالك عندنا هنا مستخدمين الري الحديث في كل زراعات الفراوله. كله يعني كله ري حديث، ما عندناش حاجه لسه ورا حضرتك كده اللي ورا الخراسيم ديت هنشوفها. كله ري حديث نجربها. يعني احنا ما عندناش حد لسه شغال على طرق الري القديمه اللي هي يعني ده حضرتك هو كل ده في مفتاح كده من فوق يفتحوا يروي يشتغل الرشاشات والدنيا والناس هنا ماشيه والميه موجوده. طبعا الميه موجوده مش مقطوعه ولا لا؟ احنا عندنا الميه متوفره الحمد لله. طيب بعض الناس ليها، بعض المزارعين لهم شكوى اللي هي انه هم عايزين يتعاملوا مع الدوله في التصدير. يعني انا دلوقتي خلصت الجمع، انا بتعامل مع منتجين وافراد ومبهدلينهم. لا لا، في تكويد يعني. دلوقتي في تكويد للشركات للمزارعين اللي هم على اساس نلغي الوسيط اللي هو التاجر اللي بياخد المكسب. يبقى هو منه على طول يكود الارض بتاعته، ليها شروط طبعا بيروح المديريه عندنا. في بعد ما بيستوفي اوراقه ممكن ان هو بيصدر منه هو لبره على طول. واحنا عندنا هنا مساحات كبيره جدا مزروعه. يعني انا عندي هنا معظم عرب الحسنيه، عندي الالزم، عندي كفر الصهبي، فيها مساحات كبيره جدا. وعندي طحريه وطبعا قريه الاحراز، كلها مساحات كبيره. حضرتك كنت بتتكلم على الألفين وي اللي في محافظه المحافظه كلها. اللي عندي على مستوى مركز شبين بس. مركز شبين بس 2000 وي 2875 فدان. فطبعا احنا عندنا الفراوله مساحتها كبيره جدا. وبيتميز محصولنا هنا دايما ان هو ليه جوده عاليه، متفوقين فيه. وطبعا مش هلاقي احسن من الدكتور رضا رئيس قسم البساتين عندنا، هيشرح لحضرتك بقى الاصناف وطرق الزراعه والحاجات الثانيه دي. بيت شغل الفراولات بقى منور يا دكتور رضا. الله يبارك فيك. اتفضل اتشرف باسم حضرتك. رضا عبد الوهاب سعيد، مفتش البساتين في شبين القناطر. حلو قوي مفتش البساتين دي. ما هي حياتك كلها زهور يا دكتور. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. عندنا هنا الفراوله من اول البلاد اللي اتزرعت قطاع اسمه قطاع طحوريه. قطاع طحوريه. قطاع طحوريه اللي هو يشمل الاحراز، الحسنيه، الالزم، كفر طحوريه، كفر الصهبي، الشيخة سلمى. تمام. دول ناس كلها بتزرع من سنين. بالتنقيط اللي احنا بندور النهارده ان احنا نحول بقيه المحاصيل لتنقيط، هم سبقونا بسنين. بتوفر ميه، بيوفر تلوث. من ناحيه التصدير هو يعتبر محصول الفراوله هو اللي بدا يحل محل القطن القديم زمان، لان هو يعتبر دلوقتي محصول اقتصادي مبني عليه اسر. اللي هيجوز ابنه بيجوزه بالفراوله. الله. لا والله. اللي هيتجوز انا من الريف وعارف ان انا اللي هيبني. اللي هيبني يعني انا ابويا متجوز امي في القطن. زمان صحيح. زمان كان القطن. انما دلوقتي حل محصول الفراوله حل محل. اختي متجوزه بالقطن واخويا متجوز بالقطن. يعتبر محصول نقدي دلوقتي. ده بيسموه الذهب الاحمر. محصول نقدي محترم لصاحبه للي بيزرعه. بعد طبعا تدهور القطن وبدات مساحاته تقل على الزمن، هم قالوا ان احنا نرجع تاني ونشوف الدنيا بالنسبه للقطن. دلوقتي الفراوله هنا في المنطقه هنا كل اللي بيزرع فراوله بيكرر كل سنه، ما عدا يجي في نص سنه كده. يعني بعد ما يخلص يروح مفوت سنه يعملها قوطه، يعملها اي محصول تاني دوره، بحيث ان هو بيريح الارض. وفي نفس الوقت بيقلل الافات الموجوده في التربه اللي هي مختصه بالفراوله. ذكي برضه. ذكي. مزارع درجه اولى. مزارع درجه اولى. بس ربنا سبحانه وتعالى بيعوض المزارع اللي بيكلف كتير، ربنا بيعدله كتير. ايوه اتفضل يا فندم. الاستاذ صابر محمد السيد مدير الجمعيه الزراعيه بالحراز والحسنيه. تمام. انت بقى بتدي المبيدات ولا بتديش مبيدات؟ عشان بس نورني، مهم جدا والنبي الحكايه دي. هنبقى نمسك الفراوله كده ونشوفها. بيقولوا لي ان الفراوله الكبيره المبقلظه دي محطوط فيها هرمونات وبلاش تاخدها وبلاش وانا بتكلم دلوقتي في 10 ورا الكاميرا قال لك لا لا احنا هنيجي للكلام ده. بس ده مهم جدا وانا مبسوط والله ان انا بسمع المعلومه دي. نافوا تماما اخواتنا هنا في الجمعيه الزراعيه واخواتنا هنا في الاداره الزراعيه واخواتنا في وزاره الزراعه وفي مديريه الزراعه، نافوا هذا الامر تماما. يعني ما فيش حاجه اسمها فراوله مهرمنه، صح كده يا باشمهندسه؟ الكلام في حاجه اسمها فراوله مهرمنه؟ لا، مفيش رش مبيدات كمان. يعني كمان كلها يعني بيتعاملوا حاوي يعني. في مفترسات دلوقتي حاوي يعني ما بيتعملوش بمبيدات. والمزارع هو اللي بيجيب المبيدات بتاعته بمعرفته، ما عندناش احنا مبيدات في الجمعيه الزراعيه. ما هو قال لك لو انا صدرت
لو الحبايه نفسها طالع منها اي مبيد بتتوقف تصديرها. لا بيتوقف، بيعملها بيتحلل. طب ممكن انا معلش اهار من البتاع كده اخليها مقلبظه كده واصدرها للسوق؟ لا بتتعرف، بتتعرف برضه. لا ما هنا هو كده ما يعني عشان في واحده بتبقى كبيره كده دي برضه. لا في بعض الاصناف اصلا بيبقى كبيره حجم الثمره كبير، مش مش كل الاصناف. يعني انت كجمعيه زراعيه بتنفي تماما ان انت بتجيب لهم او بتصدر لهم او بتودي ليهم اي مبيد بيخلي لا مفيش حاجه، ما بيتعاملوش بالمبيدات خالص المزارعين خالص. ما بتعملوش بالمبيدات لا خالص، ما يتمرعت بقى عشان التصدير والحاجات ديت مفيش مبيدات خالص دلوقتي عشان دي بتضر بصحه الانسان والحاجات ديت ما بيتعاملوش بالمبيدات. يعني حاليا مفيش فراوله في السوق؟ لا مفيش، لا لا مفيش مبيدات. حتى بتتكلم على شبين القناطر والاليوبيه؟ لا هو الرش رش مغذيات بتاع، انما مبيدات لا مفيش مبيدات. مكمل غذائي يعني حاجات مكمل غذائي كده. انت عايز تقول حاجه للفلاح؟ عاوز اقول ربنا يعينك وربنا يلمك على بتاع الناس ويرزقك بس. حلو يلمك على بتاع الناس دي بس. لا حلو الله يستر. عايزه تقولي له حاجه يا باشمهندسه؟ تقولي للفلاح عموما حاجه؟ الفلاح هنا في منطقه شبين القناطر، هو فلاح شبين القناطر، هو فلاح متميز زي ما قلت لحضرتك في الاول. وربنا ان شاء الله يعني يكون الزرع ده زرعه خير، وان شاء الله ربنا يكبرهم فيه يا رب ان شاء الله باذن الله. شاكرين يا باشمهندس، الف شكر. شاكرين يا استاذنا، شاكرين يا باشمهندسه، ربنا يخليك يا فندم. طيب احنا الحوار السابق كان في الإدارة الزراعية في شبين القناطر، نلتقي يعني نرتقي شوية إلى مديرية الزراعة في الأليوبية، وبعدين من مديرية الزراعة نخش على وزارة الزراعة. ما هو احنا برضو ايه جايبينها بالتسلسل كده عشان بس تبقى الناس فاهمة الأمور رايحة فين وجاية منين. معايا أحد المسؤولين في مديرية الزراعة في الأليوبية وأحد المسؤولين في وزارة الزراعة. اتفضل حضرتك يا فندم، بس عرف نفسك. مهندس محمد جميل طلبة سرور، مدير اداره البستتين بمديريه الزراعه الاولويه. يعني قبل بس ما المهندس جميل يخش في المهندس محمد جميل يخش في الحوار، عمل لي لقطه حلوه قوي. هو في ايده الشمال ماسك كام فراوليه كده، فانا فاهم ان هو ماسك كده زي الجماعه اللي بيمسكوا مثلا ايه كام ورده ويحطها في جيبه بتاع. قال لي لا ده انا عايز اوضح حاجه معينه. مهم جدا التوضيح ده، لان انا اتبسطت جدا كمان لما هو قاله لي. اتفضل يا باشمهندس قول لي ايه الاربعه دول؟ احنا حضرتك بنجمع الفراوله من في مراحل تلوين محدده. تمام. مراحل التلوين دي هي حسب بلد تلوين محدده. حسب بلد اللي احنا هنصدر لها. لو كان انا هصدر للاوروبي او فانا بجمع اما في نص تلوين او ثلاث ارباع تلوين. للعربي بجمع في حوالي 70 80% تلوين، اما بالنسبه للمصري فانا كامل تلوين، لازم تكون الثمره كامله احمر كامل. احمر كامل يعني الاربعه اللي في ايدك دول، معلش ممكن اقرب له ولا صعب؟ الاربعه دول يعني دي تبقى مصر صح؟ دي ممكن عربي ومصري. دي عربي ومصري، ودي دي البيضة. دي اوروبي عشان فيها نسبه بياض عاليه شويه، اوروبي على بال ما توصل تكون التلوين اكتمل. يكون التلوين اكتمل تكون بقت مستويه. وكذلك ده ممكن دي برضو اوروبي. بتقعد لها كام يوم على ما توصل؟ تقصد حضرتك هي بتقعد هي بتسافر طيران زي ما التداول بتاع الفراوله، لكن ده السوق المحلي. ده السوق المحلي. حلو قوي حلو قوي حلو قوي، كويس المعلومه دي. وده ومين بقى اللي بيفرز ده؟ المزارع ولا هو هنا الاخوات اللي بيجمعوا، البنات اللي بتجمع كله في البلتات لوحدها، وبعدين هنا بيجي في مرحله الفرز والتعبئه وتعبئه بيبقى بقى حد فاهم ده بيروح فين وده بيجي منين وكده. وهم لازم يحصل عمليه في التعبئه، يحصل الفرز وكل حاجه تبقى لوحدها عشان هو المزارع بقى فاهم كل حاجه. وكمان المستهلك بيشتري بالشكل، بياخد الحاجه اللي شكلها جميل، هو حسب الشكل اللي بيروح. لو حمراء تماما يعني ياخدها. ماشي. طب بالنسبه لمديريه الزراعه بقى على مستوى الاليوبيه، تمام، احنا وضعنا ايه في احنا بفضل تزرع قد ايه في الاليوبيه كلها؟ احنا السنه دي وصل المساحه المنزرعه على مستوى المحافظه كلها 5775. 5775 الفراوله بتزيد كل سنه ما يقرب من 600 فدان، بل دي السنه الرابعه على التوالي كل سنه في تزايد. وبعدين الفراوله بفضل الله برضه اللي بتزرع فراوله فريش مش فريجو،
لان احنا الفراوله الفريش بتزرع من اجل التصدير، اما الفريجو بتبقى عشان السلاسل المحليه. دي 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 للتصدير، الفراوله دي بتزرع دي فريش. دي فراوله فريش. الفريجو بقى الثانيه اللي هي هي برضو ممكن ناخد نفس شتله الفريش. ممكن استخدمها استخدمها كزراعه فريجو. وممكن تكون اجيب مشاتل من الثلاجات من السنه اللي فاتت، مزروعه من السنه اللي فاتت. والله يعني اي هنا احنا بنزرع حضرتك المشاتل بنزرعها في شهر 4. بتفضل مستمره معانا لغايه شهر 8، ناخد منها شتلات يعني فريش. يعني ما انا بقول لحضرتك بتاخد 4 شهور على ما بتطلع. ده في المشتل. في المشتل. المشتل. باخدها فريش ازرعها في الارض المستديمه اللي هي مزروعه قدام حضرتك دي. فانا خلاص خلصنا غطينا. لكن دي مش صوب. لا دي مدي حضرتك دي على مصاطب. مش صوب. مش صوب. لا مش صوب اللي هي بيبقى جوه. لا بيبقى زراء الفراوله بتزرع تحت انفاق عشان الوقايه من البروده الشديده والحر الشديد. انما مش داخل صوب. فانا حضرتك بناخد لو تفضل معايا شتلات بعد ما زرعت خلص الفراوله في شهر 9 بسيبها بستمر بالمشتل ده لغايه شهر 1 واخد الشتلات دي اعباها في كراتين. تمام. وتعتمد من وزاره الزراعه من الاداره المركزيه للبساتين. وبتخش الثلاجات بتطلع من الثلاجات في نفس الميعاد اللي بيتزرع فيه الفريش في شهر 9 عشان تتزرع بيسموها فراوله فريجو. هو الفرق بين دي ودي ان الفراوله الفريجو بيبقى الانتاج بتاعها بيبقى في شهر 3 بيبدا يبشر من شهر 3 انما الفريش بزرع في شهر 9 وبتبشر لي في اخر 11 واول 12 وبتبدا ان شاء الله يعني بيبقى موسم خير ان شاء الله السنه دي حاجه مبشره. يعني عندك في الاليوبيه انت مطمن ومطمن. تمام بفضل الله ومطمن. اتفضل يا باشمهندس. اهلا بحضرتك مهندس عزت شمس من الاداره المركزيه للبساتين اخصائي الحصلات البستانيه والمشرف على اداره المشاتل. ده في الوزارة. في الوزارة. في الوزارة. طيب الكلام بقى احنا بنتكلم كده طبعا احنا جبنا حضرتك من القاهرة فأنا آسف يعني أزعجناك. لكن الرؤية بقى بتاعت وزارة الزراعة في موضوع المحاصيل البستانية إنجاز التعبير ولا هي مش صح كده المحاصيل البستانية؟ طبعا أيوة محاصيل. إيه بقى المحاصيل البستانية دي؟ المحاصيل البستانية أو الحاصلات البستانية بتضم في الأساس محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضر ومحاصيل النباتات الطبية والعطرية. تمام. ده فاكهه طبعا. لا الفراوله احنا هنا في مصر بنعتبرها انها خضار لان احنا بناخدها موسم واحد يعني او نص موسم بنسميها زراعات حوليه. حوليه يعني بتقعد حول يعني 6 شهور او اكتر من 6 شهور شويه. تمام. انما لو استمرت في الارض هو ينفع يكمل كنبات نصف معمر. يعني ممكن يستمر 3-4 سنين ينتج ويفضل موجود. بس في الحاله دي يبتدي يتخشب وهيبتدي يدخل فيه تاثيرات فسيولوجيه مش هتديني الانتاج المرغوب فيه. فعشان كده احنا هنا في مصر في الظروف المناخيه بتاعتنا بنزرعه كزراعه حوليه اللي هي 6 شهور مره واحده بس. مره واحده بس اللي هي من شهر 11 لحد شهر 6. لا هو بتبتدي الزراعه تحديدا من نص شهر 9. نص شهر 9. معانا بتفضل مستمره لحد يعني اخر شهر 11 اول شهر 12. تمام. طبعا احنا في عندنا مشاتل. تمام. المشاتل دي زي ما الباشمهندس نوه عليها بتتزرع من اول شهر 4. بناخد جزء منها بنزرع منه الزراعات الفريش والباقي بنخزنه في الثلاجات يقعد للسنه اللي بعد منها عشان يعوض الفجوه بتاعه كميه الايه كميه الشتلات نفسها. في وقت لما بصدرش فيبقى عندي حاجه بالظبط في التجميد يعني. احنا المفروض احنا بنصدر مجمد ولا فريش؟ الاثنين بيصدر الاثنين. لكن احنا انا قريت ان احنا رقم واحد في التصدير. رقم واحد في تصدير الفراوله المجمده. ده بالنسبه على مستوى الثمار اللي هو المجمده يعني. أيوة. دي حضرتك بتاخدها وبتدخلها بيتم تجميدها بالظبط كده عشان عن طريق مين بقى؟ عن طريق الوزاره ولا عن طريق التجار ولا لا عن طريق ممكن بعض الاهالي او يعني اصحاب المزارع بيكون عندهم الثلاجات بتاعتهم بيجمدوا فيها او في تجار بياخدوها وبيجمدوها وبيصدروا باسم شركتهم. احنا رقم واحد في العالم في اخر 3 سنوات بالظبط او المجمده او المجمده اسمها المجمده. المجمده. لكن في عندنا انجاز ثاني برضو. أيوة. على مستوى الشتلات. أيوة. احنا كنا كل سنه بنصدر تقريبا حوالي يعني يوم ما نقول ان احنا صدرنا كميه كبيره كان مثلا 5 مليون شتله. لا احنا السنه دي ما شاء الله وصلنا ل 35 مليون شتله. 35 مليون شتله. طبقا للمنظومه اللي استحدثها صدرين. اللي استحدثها معالي الوزير في ان احنا نعمل تكوين لكل شيء. طب هو الافضل انا اصدر شتله ولا اصدر المنتج؟ الاثنين. الاثنين لان احنا الهدف من التصدير هو ادخال العمله الاجنبيه اللي بتنعش الاقتصاد. تمام. وبتنعش يعني ما عندناش في محصول الفراوله او البساتين عموما ما عندناش تخاذل تراجع؟
يعني هو مش تخاذل ولا تراجع، هو الظروف العامه اللي بتحصل على مستوى العالم من كورونا او حروب او كده بتاثر على الاسواق الخارجيه، ولكن هي دوله مؤخرا في اخر كام سنه بتحاول تسعى ان هي تعمل منظومه التكويد عشان يبقى عندنا منتج عالي الجوده نقدر نروح نراهن بيه او ننافس بيه يعني في الاسواق الاوروبيه. يعني التكويد معناه ان المزرعه او المشتل يكون واخد كود او نمبر، الكود والنمبر ده بيدل على ان هو بيطبق شروط الجوده او طبقا للمعايير الجوده. انت بتديله الكود ولا النمبر ده؟ احنا اللي بنديهوله. تمام، معناه ان هو ملتزم بالقواعد اللي انت معاها بالظبط. الوزاره بتديهوله بناء على ان هو ملتزم بالقواعد والشروط اللي هي الدول الاجنبيه بتحتاج ان انا اصدر لها بالجوده دي او بالمواصفات دي. انا اكبر محافظه بتصدر فراوله عندنا، بتديك فراوله اكبر محافظه هي محافظه البحيره لو اعتبرنا ان احنا هندخل معاها قطاع النوبريه. تمام، وبعدين الاسماعيليه بعد كده الاسماعيليه والقليوبيه والشرقيه. تمام، بس هو اكبر سوقين بنصدر لهم الفراوله المجمده هي امريكا واليابان وروسيا. اليابان. انا بنتي هتفرح قوي بحكايه اليابان دي، اصلا بتحب اليابان قوي، يعني احنا كده بنصدر لليابان حاجه من عندنا اكيد. طيب ده وهي رايحه اليابان بقى بديها قفصين فراوله بقى تروح بيهم هناك. متشكرين جدا يا باشمهندس. واذ نحن بنغطي الفراوله فبنعمل برضو حاجه اسمها استوديو الفراوله من نفس الحاجه اللي احنا بنغطي منها. فاكرين اما عملنا استوديو البلع وعملنا استوديو الرز وعملنا استوديو القمح وعملنا استوديو القطن، فبرضه استوديو الفراوله. واجمل حاجه بقى لما بتعمل الاستوديو ده بتجيب اهل المكان او الناس اللي هي ايه يعني المنتج ده شقاهم وتعبهم ومجهودهم طول السنه. مجموعه من المزارعين اللي زي الفل واللي هم يعني زي ما تقولوا كده ايه متبنيين فكره ان يكون عندنا فراوله محترمه تتصدر للخارج. بس عندهم بعض الايه الكلام كده الجميل المرفق بالعشم انجاز التعبير، يقول لك مثلا ايه عندي مشكله في الحته دي عشان اقدر اصدر كويس وبمنتج احسن وبمنتج اجود يبقى لازم المشكله دي تتحل. فما فيش مانع خالص ان احنا نحط النقط على الحروف في هذا الاطار. خلينا نرحب بيهم كده فرضا على العلم الراس ويقولوا لنا بالظبط ايه الاطار العام اللي بيحكم المنتج ده لحد ما بيوصل لحضراتكم في هذا الاطار ويتصدر للخارج، لانه كل العلب دي متصدره للخارج. وانا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الجمال والحلاوه والطعامه وحاجه ما فيش بعد كده والله. يعني حاجه الواحد يفضل يتغزل فيها للصبح من الشكل الحلو بتاعها. برحب بك يا عم الحاج. الله يبارك فيك. فضل حضرتك قدم نفسك كده و الاسم مجدي ابو رحيه. تمام. من قريه عرب الغديري، وطبعا الارض بتاعتي في قريه عرب الحسنيه. تمام. لانها ملاصقه لقريه عرب الغدير. تمام. ونحمد الله ان احنا زراعه الفراوله دي متوارثينها من ايام اجدادنا. تمام. يعني انا طلعت لقيت اجدادي بيزرعوا الفراوله ووالدي بعد منه، ولكن بيحصل ليها تطورات. تمام. في كل مرحله. يعني اخرهم بقى عشان ما نتكلمش على المراحل البلدي القديم اللي الناس بتتكلم فيه والكلام ده، لا احنا دخلنا بقى في مرحله الزراعات الحديثه اللي هي الفريش. الفريش دي زراعه طبعا بيتباعها يعني معاناه من المزارعين على ما بنوصل للمنتج اللي احنا وصلنا له. بداية بقى لو هنقص مراحل تجهيز الارض وتعقيم الارض، طبعا لنا معوقات كتير في بالنسبه لتعقيم التربه. كنا بنستخدم برميد المصايل ولكن اتلغى، فبقى عندنا في بدائل، ولكن البدائل مش جايبه نفس النتائج اللي جايبها البروميد. دي للحق يقال، ولكن احنا برضو بنكيف نفسنا على حسب المتاح. والحمد لله بنوصل للمنتج اللي احنا فيه. طبعا بالنسبه للفراوله فاتحه بيوت كتير جدا يا استاذ جابر. يعني كم عماله لا تتخيله حضرتك. وكلنا بنرزق وبناكل من ورا السبوبه بتاعه الفراوله. لكن لنا والله نحمد الله. والله دي حقيقه يعني حلوه السبوبه. والله ما هي دي سبوبه كلنا بناكل منها يعني. اكل عيش. كلنا انا والعمال وكل اللي بيشتغل في الفراوله بتعتبر بتعتبر سبوبه بالنسبه لهم او بالنسبه لنا كلنا. تمام. خدت بال حضرتك كلنا بناكل منها عيش. تمام. ولكن احنا لنا برضو بعض المعوقات اللي هي بالنسبه لنا بتعطلنا او احنا شايفين ان فيها تعطيل
مشروع الفراولة الفريش ده مشروع كبير جدا بيتصدر، خدت بال حضرتك، بدءا من الفريش حتى الفراولة بعد التصدير فريش بتتجمد وتتصدر مجمدة اللي هي الفريزون يعني. احنا شايفين النهاردة هنتكلم في السلبيات الموجودة بالنسبة لنا او ايه الحاجات اللي بتضايق. بالنسبة لما بنشتغل في الفريش احنا بقى معوقاتنا شحن الطيران، خدت بال حضرتك غالي؟ شحن الطيران غالي جدا. تمام. وساعات ما بنلاقيش حجز على الطيران، خدت بال حضرتك، يعني تفضل البضاعة مركونة ما بنلاقيش حجز. تمام. عشان نصفر برادات، البرادات النهاردة على ما بتوصل بضاعة ما بتوصلش بنفس الكواليتي اللي هو بتصدق اما تكون طالع على طيران. عندنا برضو مشكلة الريالتي اللي بدأوا يطلبوه مننا على المنتج التصدير. الريالتي ده المفروض احنا دفع اشترينا شتلات فراولة ما ادفعش عليها الريالتي، كل ما طلع رسالة لازم ادفع عليها الريالتي، خدت بال حضرتك. بالنسبة لنا طبعا الاسمدة، ارتفاع الاسمدة والمبيدات بقى غير مبالغ فيه اكتر من اللازم، مفيش لها ضوابط. يعني انا النهاردة اللي مش عايز اقول لازم تاخدها من الجمعية؟ لا، ده الاسمده الاحاديه دي اللي انا باخدها من الجمعيه اللي هي زي النترات واليوريا دي ما بستخدمهاش بمعدل 10% من اللي انا بستخدمها. ما تقصد الاسمده الثانيه؟ الاسمده المركبه. طب وليه الحكومه ما تبيعهاش؟ لا مش موجوده، ده هي كلها شركات خاصه. اتفضل يا حاج ماهر. اولا انا ماهر محمد، احنا من ساعه ما جينا والحاج ماهر يعني راجل كده يعني عمال يدينا قفشات كده وبيهون علينا التقرير يعني. محبه. اتفضل يا عم ماهر. يا استاذ جاي. ولا اقول لك يا هرموتي ولا اقول لك يا جاي؟ قول يا عم، قول اي حاجه. أولا أنا ماهر محمود حسنين من قرية الدير توخ اليوبية. برحب الأول بقناة سي بي سي والعاملين فيها. اتكلمنا عن مشكلتين من مشاكل محصول الفراولة. أنت قلت التسويق والشحن. التسويق بيشمل التسويق الخارجي والداخلي. تمام. اللي هو التسويق الخارجي. أيوة. بالنسبة للتصدير. والداخلي بالنسبة للمصانع الداخلية. تمام. لابد برضك أن تتدخل ناس من اللي هم المختصين. تمام. أو الرقابة. تمام. للمصانع يحطوا سعر معين. تمام. عشان ما يجيش النهارده يديني ب 10 جنيه بكره يديني ب 5. بعد التسويق والشحن. بعد التسويق ده ارضك الموضوع الخامات اللي بنستعملها. تمام. لان زراعه الفراوله دي مش اي اسمده والخامات تشتغل فيها. ماشي. بالذات اما يكون انا بزرع فراوله تصدير. حلو. يبقى لها بتاع خدمه خاصه. تمام. ولها غير المعلم. وصلت. وصلت تمام كده. فالنهارده برضك دي بالنسبه لمشاكل مشكلتين الاساسيين في الفراوله. واحده من ايدي اهي، كلها بقى، كلها، لازم تاكلها. لا لا لازم تاكلها، كلها يا حاج عشان الكاميرا، كلها. ايوه كده يا حاج، لازم. امال ايه يا حاج؟ امال ده انت مش انت اللي زرعه؟ لا لا لازم تدوق يا حاج. امال ايه؟ لازم تدوق. اتفضل يا فندم. ده انا جايب لك واحده تصدير يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا مش عشان أدافع عن شغلي. حلو. أنا مهندس. حلو. في مكتب كل وزارة الزراعة. حلو قوي. ولكن في نفس الوقت أنا من أهل البلد ومن مزارعين ويعني ده أنت جامع الحسنيين. الحسنيين. إحنا كزراعة من جانبنا بنحاول نوفر للمزارع، عاملين بروتوكول مع بعض المشاريع. تمام. بننزل نعين، نعمل تحليل تربة بدون مقابل. تمام. تحليل مية بدون مقابل. تمام. بنحاول نوفر بقدر الامكان شركات للتصدير. كويس قوي. يعني بنشتغل بما يرضي الله علشان خاطر عارفين ان دي زرعه يعني مشروع جميل جدا بيعوضنا دلوقتي عن تصدير في بعض الحاجات الكتيره اللي هي وقعت مننا دلوقتي. الله ينور. فده يعتبر محصول استراتيجي. وبعدين احنا بنتميز ان احنا بننتج 7 شهور في السنه، يعني غير اي دوله في العالم. صحيح. احنا بننتج من 11 لستة في السنة اللي بعدها. يعني حوالي 7 شهور. تمام. ودي حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة لنا. وبنفضل بنشتغل من 11 لواحد. تمام. مفيش أي دولة بتنافسنا. فزي ما الإخوة قالوا إن هم عايزين فعلا يستغلوا الفترة دي على الأقل. هي دي اللي كانت بتسندنا. يعني ال3 شهور دول لأن مفيش منافس لك. فكانوا بيرفعوا معانا لما نبدأ زي ما الإخوة قالوا كده بالوضع ده. فإحنا فعلا بنحاول بقدر الإمكان نوفر على قد ما نقدر. الله ينور. عندنا كل المقومات اللي تنجحنا. عندنا المعلومة الفنية، مركز البحوث ووزارة الزراعة، بسم الله ما شاء الله مغطينا. طب حضرتك كنت قاعد وسامع كلام الحاج ماهر والحاج مجدي مش كده برضو؟ وسامع الكلام المسلمين في الإطار. تمام. يعني احنا بنرد في كانوا بيشتكوا عندنا كده. كانوا بيشتكوا يعني عندنا من الثلاجات. احنا كده ايه، احنا كده الجانبين حسنيين برضه. ما عندناش ثلاجات في القلوبية. لا بسم الله ما شاء الله عندنا ثلاجات بعدد كافي جدا دلوقتي.
عندنا جمعية الفراولة عندنا بتوفر الشتلات. كل ده هو موجود عنده، هو بيتكلم على التسويق، بيتكلم على النقل، بيتكلم على الشحن. أصل اللي مش في إيدي أنا بتكلم على أنا الزراعة أقدر أعمله. ماشي يعني ما هو الحاج ماهر برضو كان بيقول على الزراعة، صح يا حاج ماهر؟ ما هو شغل الزراعة اللي أنا مكلف بيه أنا بعمله على أكمل وجه وبقدر الإمكان، يعني المتوفر والمتاح أنا بشتغل فيه. ممتاز ممتاز، يعني بنحاول نتصل بجميع الجهات عشان نزلل جميع العقبات للناس المزارعين لأهلنا. أهلنا وده محصول استراتيجي لازم ندعمه ولازم نقف معاهم من أول السنة. الحمد لله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى ما بنسيبهمش، بس اللي بنقدر عليه يعني هو يعني حضرتك تراخيص محدودة الإمكانيات بالظبط. صحيح. السلام عليكم وبنرحب بكم بالقناه وبنشكركم على مجيئكم للقليوبيه وتشوفوا مشاكلنا اهلنا، وبنشكر الحاج مجدي ابو رحيه على الاستضافه الجميله دي حبيبنا، وبنشكره وبنقول له يعني دايما كده في العز والخير ومزيد ان شاء الله من زيارات. تمام. وبنقول محصول الفراوله هو محصول استراتيجي بالنسبة للدولة، وزي الأخ مجدي ما قال والأخ ماهر ما قال أنا مش هطول يعني وهقول أكتر من اللي قالوه. هم قالوا المطلوب، وبعدين إحنا يعني إيه ما بنحملش وزارة الزراعة المسؤولية كاملة يعني. إحنا لما بيبقى لنا طلب وكيل الوزارة بيجي لغيت عندنا، وجالنا زيارة عندي وعند الحاج مجدي عند الحاج ماهر، والراجل قال طلباتكم مجابه، شوفوا طلباتكم ايه. جالنا المزرعه، الراجل جالنا وكيل الوزاره وجزء الزراعه، جالنا وزارنا ودخل في المزرعه وقلت له يا حاج ماهر المشاكل وكان موجود عند الحاج ماهر اثناء الزراعه ونفذ يا ما شاء الله. وكيل الوزاره كان عند انا اتصل بيا وقلت له قال لي اجي لك على الارض، ما احنا بنتكلم الجهات الثانيه صح كده، قال لي اجي لك على المزارع فين، فقلت له تعالى على الحاج ماهر. طبعا اتقابلنا عند الحاج ماهر والمزارعين وبتاعه، يعني اقصد المسؤول جالك وكيل الوزاره جالنا لغايه عندنا لغايه المزارع وقعدنا، يبقى بنناقش وقعدنا وقلنا له مشاكلنا، وقال ايه وكلمنا في عمليه الاسمده اللي اتكلم عليها الحاج مجدي. كلمناه وقال انا هعمل في الجمعيات حاجه جديده. حلو. الراجل وعدنا ان هيعمل في الجمعيات الزراعيه حاجه جديده ما كانتش عملتش قبل كده، انا هجيب الشركات لغايه الجمعيه تجيب لكم الحاجات مباشر عشان التجار في وسيطه. هيحصل ان شاء الله، هيحصل ان شاء الله. الراجل وعدنا في الجهه هتحصل في الجمعيات الزراعيه ان هيجيب الشركات عشان ما يبقاش في وسيط. الوسيط ده هو اللي بيغلي يعني. يعني أيوه. الوسيط هو اللي بياخد جهدك، الجهد كله بياخد جهد الشركه وبجهد واحنا بنحمل الدوله، ما نحملش الدوله كل حاجه يعني. الدوله مشكوره بتساعدنا، والمسؤولين بتجيت لغايه عندنا، ويعني يعني احنا بس عاوزين ايه، هي الحلقه اللي اعلنها وكيل الوزاره اللي هي حلقه من الـ من الـ من الـ من الشركه للمزارع مباشر. وقال دي انا هحلها، هعمل منافذ بيع في جميع الجمعيات اللي هي فيها الفراولات. كويس. ده المنتج اللي احنا شفناه النهاردة، شفناه في الارض وشفناه في الصندوق بتاعه وشفناه في العبوة بتاعته اللي بتتصدر للخارج. يعني من امتع التقارير الواحد ممكن يعني يتخيلها او يستفيد منها، انك في نفس الوقت اللي بيطلع من الارض ده وبيتاكل، يعني بيتاكل عادي جدا بكل نظافة، بيتحط في العلبة بتاعته دي وبيتصدر، وبتحط في علبه كبيره كده وبتصدر للعلبه الكبيره دي وبتصدر للخارج، فانا او بيتصدر للسوق المحلي ايا كان الامر. احنا رقم واحد على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم بالذات في موضوع الفراوله المجمده. بكل احترام وبكل تقدير وبكل مسؤوليه وبكل اخوه لازم نحافظ على المستوى ده، لان احنا عندنا منافسين كبار، منافسين على مستوى العالم، مش منافس واحد او اثنين او ثلاثه. عايز الطبق اللي زي ده كده احس انه الواحد يعني ايه زي بيقولوا كده ايه يشيله فوق راسه، يعني يقول لا لازم يتشال فوق على العين والراس زي ما بنقول كده. ليه؟ لانه ده مجهود الناس اللي قاعده دي، مجهود العمال اللي موجودين هناك، مجهود اربع شهور او ست شهور زي ما بيقولوا لي، من شهر 11 لشهر 6 او لشهر 5 او نهايه شهر 5. فبالتالي البعض العتاب اللي بيطلع من المزارع عشان الحاجة تبقى أفضل والحاجة تبقى أحسن. أنا مش هقول أكتر من اللي قالوا المزارعين، ولا أقول أكتر من اللي قالوا العمال، ولا أقول أكتر من اللي قالوا الناس في وزارة الزراعة والناس في مديرية الزراعة على العين والرأس، وناس محترمة جدا. لكن في الأول والآخر الأمور محتاجة
ضبط، السوق محتاج ضبط، وإن شاء الله بإذن الله بعناية كل المسؤولين وبعناية كل منظمات المجتمع المدني وبعناية كل منظمات الأعمال يحط إيدهم في إيد الفلاح، يحط إيدهم في إيد الدولة إن شاء الله، وناخد نحافظ على المركز المتقدم بتاعنا في هذه. قالوا لي إنها خضر، مش فاكهة، قالوا لي إنها تبع بس لو لاحظتوا كده تلاقوا إن من جمالها لازم يتقال إنها فاكهة. طبعا الخضار مش وحش، بس الخضار دايما بيبقى خيار، قتة، فلفل، إنما ده شكله حلو وجميل شبه الناس المزارعين. ربنا يجعل أيامنا فراولة وسنتنا فراولة وكلامنا كله فراولة إن شاء الله بإذن الله كده.